انا من السكان اللي عندهم غير على منطقه الشلالات. بالنسبه للازبال حنا راه ما عندناش الازبال في عيد الاضحى. الازبال راه ديما تنتشكاو للجامعه وتنتشكاو للمجلس وتنتشكاو للعماله. بالنسبه للازبال هذا راه خصنا حنا نورمالمون خاصها تكون عندنا شي شركه ديال الزبال، حيت ما خصناش غير نبقاو نهضروا على الازبال. وانتم راه تشوفوا قدامكم ازبال قدام منازل، عباد الله انا راه متضرر، الساكنه راه متضرره بزاف، والناس راه تتشاكي مو تنشاكيو للمجلس وتنشاكيو للجامعه وما كاينش اللي تعطينا. حنا ما تنتسناوش حنا عيد الفطر ولا عيد الاضحى، راه كل نهار بالنسبه لنا حنا في الشلالات راه عندنا عيد، حيت نورمالمون الازبال خاصهم ضروري يكونوا محايدين. وبالنسبه لنا اليوم خرجنا حنا اليوم عيد الاضحى، بالنسبه للتبان وبالنسبه لهاد المشاكل ديال الزبر راه الشلالات كامله متضرره، راه ما كايناش المشروع الثاني. الشلالات عامه وعماله المحمديه كامله. انا من عندي انا ميساج بغي نوصلو المسؤولين جماعة الشلالات عمالة المحمدية بأن جماعة الشلالات راه غادا في خطر، حيت راه ما كاينش شي واحد عنده غير على المنطقة من غير السكينة. والسكينة راه مكرفسة أختي، السكينة راه مكرفسة، حنا راه ديما مكرفسين. أنتم راه تشوفوا قدامكم، راه ما تنقولوا شي حاجة اللي خارجة القانون ولا شي حاجة تنكذبوا عليها، راه تنقول الحقيقة. تيوصلوني ميساجات تيقولوا لي أنت تبقى تهضر على الشلالات، أنت تبقى تهضر أنت هادي أنت هادي. حنا راه ما شادين لا فلوس لا والو، حنا راه عندنا غير على المنطقة أختي، تنبغوا نوقفوا مع السكينة. حنا بغينا الحل البديل، حنا تنطلبوا للجماعة ولا تنطلبوا سيد العامل باش تكون عندنا شي شركة ديال الزبل، حيت هذا المشكل حنايا راه تنعانيو منه شحال هذه.